الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، أيها الإخوة المسلمون، أحدثكم الآن من مقر الرئيسي، من بيت الرئيسي، من قصر الرئيسي. أحدثكم من مقابر الثقبة في المنطقة الشرقية بالخبر. أحدثكم من هذا المنزل، هذا المنزل الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وقال: قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة فإنها فيها موعظة. انظروا إلى هذه الحفرة يا أخوان، هذا قبر جديد الآن أنا أقف بداخله، وغدا أو بعد لحظات سوف أكون مدفونا فيه، وكلنا سوف ندفن في هذا، شئتم أم أبيتم. هذا هو مقركم الرئيسي. إني أناشد الآن، أناشد الإخوة، أناشد المتأخرين على الصلاة، أناشد الذين لا يذهبون إلى المساجد، أناشد الهوامير، أناشد العاقين لوالديهم، أناشد كل مسلم، أناشده الآن من هذه الحفرة أنه سوف يكون هذا مصيره، هذا سوف مصيره في الدنيا وليس في الآخرة، كما قال عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. أكثر من ذكر هذه الملذات، هذا حبيب الله سيد الخلق، يقول الله عز وجل: يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. ما عددنا هذه الحفرة؟ لماذا التسوف؟ لماذا تأخير التوبة؟ هل سوف نعيش 60، 80، 100؟ مهما بلغت من العمر سوف تنزل هذه الحفرة، شئت أم أبيت، رغما عن أنفك سوف تدخل على هذه الحفرة، وسوف يضعونك على الجنب الأيمن ويحل الأربطة، ثم يضع عليك الأطباق، ثم يهل التراب عليكم، فيبدأ المسلمون يحث عليك التراب 3 مرات اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة الحبيب. من حضر الدفن فليحثوا أقلها 3 حثوات. ماذا عدت الآن وأنت بداخل هذا القبر؟ أسألك بالله العظيم، وأنت داخل هذا القبر وسوف تسمع قرع نعال آخر واحد يغادر القبر، سوف تسمع قرع نعاله، أين مالك؟ أين ولدك؟ أين عملك؟ أين كل ما كنت تمتلكه في الدنيا الآن؟ أين هي؟ لم تأخذ من الدنيا سوى هذا الثوب الكفن الذي دخلت به القبر. ألا نتطعب بهذا يا أخوان؟ كفى بالموت واضح. إذا لم نتطعب بالموت نتطعب من ماذا؟ نتطعب أنه صرت حادث في سيارة، الورش صالحة، سويت ولدي رسب في الامتحان، أي مشاكل الدنيا لها حل إلا هذا؟ ليس له حل إلا الله سبحانه وتعالى. فلنعد لمثل هذا. عثمان رضي الله عنه كان يقف على شفير القبر ويبكي حتى تبتل لحيته، فيقال له: يا عثمان أتبكي من هذا؟ أي من القبر، تذكر الجنة والنار وتبكي من هذا القبر؟ قال نعم. ليش؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. سعد بن معاذ الذي شهد له 70,000 من الملائكة، الذي اهتز له عرش الرحمن، ضم في القبر ثم أفرج عنه. ضمت القبر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضمت القبر، لو نجا منها كان نجا منها سعد بن معاذ. فأحبتي في الله، اليوم أنا أحدثكم هنا، وغدا سوف تسمعون أنني في القبر الذي يليه، وبعد أنت. لكن سؤالي، أن كل واحد فينا يعرف بأن الموت حق، لكن سؤالي هو فقط: كيف يأتينا الموت؟ هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد للقاء الله؟ فإن كنت مستعد في لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الله في غنى عنك وعنك وعن توبتك وعن كل ما في هذه الدنيا. فلنجهز لأنفسنا، والله لا يدخلون معك، يدخلون مع الميت 3، يدخل الميت ويدخل ولده ويدخل ماله.
ثم يخرج الاثنين من القبر من المقبرة، يخرج ولده ويخرج ماله، وتبقى أنت فقط أنت وعملك. فكل شيء سويته في الدنيا سوف الآن وقت الحساب، الآن وقت الحساب، الآن وقت الحساب. إلى متى؟ أحبتي في الله، نحن الآن قريبين من شهر رمضان، شهر المغفرة والرحمن، فلنصل أرحامنا ولنتسامح، إنه شهر كريم. فلا نعلم هل سوف يعود علينا في العام الماضي أو لن يعود، فلنسامح أهلنا ولنسامح زوجاتنا وأولادنا وأقرباءنا. والله لن ينقص من عمرك شيء لو أنك سامحت وتنازلت، خيرهم الذي يبدأ في السلام، فهي فرصة لن تعوض. لا نعلم هل سوف يعود علينا رمضان أو لن يعود. أسأل الله لي ولكم أن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.